أنا كنت بتمنى أن يكون معه وحفظت كل أغنياته وكنت بحب أن يكون معه، بس بقى ظروفه ما ب... في أول مقابلة لها أصالة نصري تعلق على تعزيتها لجورج وسوف رغم خلافهما، إذ قالت قلبي انقهر عليه هذا الحدث. وأنا مو بس أني عزيته بعزي الدنيا كلها أنا، بس أنا فعلا يعني انقهر قلبي من جوا قلبي عليه، لأني بعرف قديش هو بني آدم حساس ومعلق بالعائلة ومحب لدرجة يعني غير عادية. تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري عن موقفها من الفنان الكبير جورج وسوف في أول مقابلة لها، خاصة بعد تعزيتها له في وفاة ابنه وديع، متجاوزة بذلك الخلاف السياسي القائم بينهما. وكشفت أصالة نصري عن رد فعلها بعد وفاة وديع جورج وسوف مؤخراً، حيث أكدت أن قلبها انقهر عليه، وأضافت أيضا إلى أنها كانت تتمنى أن تكون مع جورج وسوف لكن ظروفه لا تسمح بذلك، وأكدت بأنه أستاذها الكبير وحبيبها وأعز أصدقاء والدها، كاشفة بأنه حجر داخل قلبها بكل ذكريات طفولتها. ما بتسمع، هو أستاذنا الكبير وده الحبيبي وده هو أعز أصدقاء والدي وأنا بحبه، يعني ما في يشيله من قلبي فجأة، ما بقدر، هو بقلبي مزروع بكل ذكريات طفولتي وبكل الصور الحلوة اللي كنت شوفه فيها، وهو رح يبقى لآخر يوم هو الأستاذ الكبير. فيعني ما كان، وفي هذا السياق تابعت أصالة قائلة بأنها تعزيه فقط في وفاة ابنه وديع، بل عزت الدنيا كاملة، وأضافت انقهر قلبي عليه لأنني أعرف بأنه حساس ومتعلق ومحب لعائلته. وكانت أصالة قد وجهت رسالة تعزية إلى جورج وسوف في وفاة ابنه وديع عبر نشر صورة على حسابها في تويتر، وكتبت معلقة عليها: ما أصعب هالفئد بدعي ربي صبر أهله حبيبه. الفنان الكبير الغالي دايما جورج وسوف وزوجته والدة الراحل وديع.